آخر دقات لجرس ساعة بيج بن الشهيرة في لندن قبل أن يتوقف عن العمل 4 سنوات لإجراء أعمال تجديد وصيانة. الجرس الذي يعتلي برج الساعة الشهيرة في البرلمان البريطاني سيتوقف عن تنبيه سكان لندن بالوقت على رأس كل ساعة، وهي مهمة قام بها يومياً على مدى 157 عاماً. وسيتم انتزاع المطارق التي كانت تستخدم لدق الجرس البالغ وزنه 14 طنا تقريبا وفصلها عن الساعة لضمان سلامة العاملين على تجديد البرج على أن تعود لعملها الطبيعي عام 2021. وتجمع المئة في صمت على طول جسر ويستمينستر وفي ساحة البرلمان للاستمتاع إلى دقات الأخيرة للجرس، ثم انخرطوا في عاصفة من التصفيق الحار مع دوي الدقة الأخيرة. الجرس لن يتوقف تماماً عن العمل طوال تلك الفترة، حيث من المقرر أن يكسر صمته في المناسبات المهمة مثل احتفالات العام الجديد، غير أن الفترة الطويلة لغياب دقاته أثارت انزعاج الساسة البريطانيين. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا مي إن فترة توقف دقات بيج بن لا يمكن أن تكون أمراً صائباً، لكن أعضاء اللجنة البرلمانية المسؤولة عن صيانة مباني البرلمان قالت إن سلامة العمال لها الأولوية.